أهلا بكم إلى الموجز الرياضي مباشرة من سبور أول. البداية من المغرب، حيث رفض المدرب التونسي فوزي البنزرتي مغادرة صلاح الدين السعيدي للوداد الرياضية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد توصله بعرض من أحد الأندية الخليجية. وكشف مصدر مسؤول أن المفاوضات ما زالت مستمرة على أمل إقناع المدرب التونسي فوزي البنزرتي للتخلي عن خدمته للاحتراف بالخليج. وكان البنزرتي قد رفض مغادرة رضا الطيقنوتي للوداد الرياضي خلال الصيف الماضي بعد توصله بعرض للانتقال إلى رين الفرنسية. بات مهاجم الرجاء الرياضي محمود بن حليب مرشحا للانضمام إلى لائحة المنتخب الوطني المحلية لتعويض غياب بديع أوكا المصاب خلال مباراة أولمبيك خربكا يوم الأربعاء الماضية، وذلك برسم الدور 32 من مسابقة كأس العرش. وكشف مصدر مسؤول أن الناخب الوطني حسين عموتة ينتظر تقرير طبيب المنتخب الوطني بشأن إصابة اللاعب بديع أوكا قبل الحسم في هوية المهاجم الذي سيعوضه ضمن اللائحة النهائية للمنتخب المحلية. يغيب 18 لاعبا عن التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني المحلي المقرر يوم الاثنين المقبل بمركز المعمورة تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الشهر الحالي وفبراير المقبل. ويعود سبب الغياب إلى التزام أندية الرجاء الرياضي والوداد الرياضي ونهضة بركانة بالمسابقات القارية المتمثلة في دور أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي. استبعد الناخب الوطني الحسين عموتة رضا الهجهوج مهاجم الفتح الرباطية من لائحة المنتخب المحلي المشاركة بنهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بسبب الطريقة التي احتفل بها في مباراة الرجاء الرياضي ضمن الجولة الأولى من البطولة الاحترافية. وكشف مصدر مسؤول أن الناخب الوطني الحسين عموتة لم يتقبل الطريقة التي احتفل بها الهجهوج، علما أنه رفض أيضا العفو عن رضا الطيقنوتي حارس مرمى الوداد الرياضية بعد رفضه الجلوس احتياطيا في مباراة المغرب والجزائر. ختاما، منح الطاقم التقني المشرف على نادي المغرب التطواني مدة 10 أيام راحة للاعبين مباشرة بعد تأهلهم إلى دور الثمن من مسابقة كأس العرش على حساب الفتح الرباطية. وسيعود المغرب التطواني إلى التدريب يوم 10 من يناير الحالية استعدادا لاستئناف البطولة الاحترافية المرهون بنتائج المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين. نهاية الموجز، في أمان الله.